وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وسام الصباح، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. دكتور وسام، برحب بك على شاشة إكسترا نيوز. يعني في البداية، رأيك فيما تشهده العراق من تطورات جديدة حتى الساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع في العراق الآن متأزم جدا، يعني بعد ما حدث أمس من قتل واستشهاد حوالي بما يقارب 25 شهيد وعدد من الجرحى في ساحة الخلاني والوتبة. الأوضاع هناك يعني كانت بدايتها أنه انسحاب القوات الأمنية من على المناطق التي كانت تقف عليها. بعد ذلك جاءت تلك الميليشيات التابعة إلى حزب الله حسب الادعاء. هذا الحزب الذي يعني أمريكا، خاصة القادة العسكريين كحسين اللالي ومن جماعة عصائر أهل الحق ليث وقيس الخزعلي وأيضا خميس الخنجر الذين تعاونوا على قتل العراقيين، قد دخلوا القائمة السوداء وأمرت أمريكا القوات أو الحكومة العراقية بأن تصادر أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتكون هناك متابعة من قبل الحكومة الأمريكية. المجلس الأمن أيضا أدان هذه القتل الذي مورس ضد العراقيين، العراقيين المتظاهرين وبعض من سرايا السلام التابعة للسيد مقتدى الصدر، مسكوا حوالي 3 إلى 4 أشخاص تبين انهم من حزب الله العراقي الموالي لايران. طيب دكتور وسام، يعني بعد ما نشرت قوات الامن بعض القوات لتامين المتظاهرين، وتزامنا مع ذلك يكثر الحديث ربما عن بعض المندسين بين المتظاهرين الذين يحاولون ربما افساد نتائج هذا الحراك، هل هناك ضوابط سيتم اتخاذها يعني لمنع او تفويت الفرصه عليهم لافساد هذه النتائج التي يسعى الحراك الى تحقيقها؟ نعم نعم، اعتقد انه امس لاحظنا سرايا السلام قد احاطت بالمتظاهرين وعملت جدارا بحمايه هؤلاء المتظاهرين من تلك الميليشيات. اعتقد المساله هي اوامر سليمانيه أو أوامر من قاسم سليماني للميليشيات بإجهاض هذه الثورة وبإجهاض هذه المظاهرات بسبب ما تتبعه من سياسة داخل العراق وخاصة من قاسم سليماني. وتوقعاتك دكتور سليمان، هل سينجحوا في إجهاض هذه الثورة كما ذكرت؟ لا يستطيع قاسم سليماني ولا غير قاسم سليماني إجهاض تلك الثورة. في نفس الوقت اعتقد الشارع العراقي بعد ان اعطى هذا العدد من الشهداء وهذا العدد من الجرحى وحوالي 3000 معوق ان يجهض هذه الثوره، بالعكس الساعات او نهايه هؤلاء الخونه الذين خانوا العراق وضربوا المواطن العراقي، اعتقد قد حان وقتها وحان وقت قطاف هؤلاء الخونة من جذورهم، خاصة بعد أن تريد إيران، بعد أن قالت هي أرض أجدادنا، فمن أين أتت أرض أجدادهم حتى يقولوا هذا الكلام؟ فلذلك أعتقد أنه الشارع العراقي لن يسكت ولن يسكت، حتى أنه في الهاشتاكات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قاسم سليماني عندما يدخل العراق يجب القاء القبض عليه ومحاكمته. نعم. وهذا امر امريكي طبعا، بانه قاسم سليماني يتنقل ويسافر ويخرق الحظر الذي اتخذته امريكا ومجلس الامن في السفر الى خارج ايران. نعم. دكتور وسام الصباح، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معي هاتفيا، انا بشكرك شكرا جزيلا.